وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الأحبة، طلبة المرحلة الثالثة، استمر معكم ونظرية ألبرت أليس التي ترى أن سلوك البشر المضطرب سببه حمله لأفكار اللاعقلانية، وحدد هذه الأفكار بإحدى عشر فكرة. بدأها إنه بعض الناس، بعض البشر المضطربين، يعتقدون أنه من الضرورة أن يكون الإنسان محبوبا من الكل ومن الجميع، ومؤيدا من الجميع بالقول والفعل، وبالضرورة هذه إطلاقية لا تتوفر. هناك مقولة جميلة تروى في حديث قدسي، إن موسى، نبي الله موسى عليه السلام، قد سأل الله عز وجل الرضا عنه، فقال تلك صفة ما اخترتها لنفسي. هكذا الإطلاق هذا غير، يعني غير عقلاني. الفكرة الثانية أن بعض تصرفات الناس خاطئة أو شريرة أو مجرمة، وبالتالي يجب عقابهم عقابا شديدا دون النظر إلى هؤلاء الناس. قد يكونوا جهلة، قد يكونوا لديهم بلادة في التفكير، قد يكونوا مضطربين فعاليا، فعملية الحاق الأذى بكل خطأ أو جرم بلا تمحيص هذا أيضا فكرة العقلانية. الفكرة الثالثة التي طرحها ألبرت أليس، ترى أن الحياة تكون مرعبة ولا تطاق إذا لم تمشي وتصير وفق ما نشتهي، وهذا أيضا فكرة العقلانية، لأن الحياة فيها الحلو والمر، وهي متغيرة تارة يمين وتارة يسار، وتالي علينا لا نتعامل معها على أنها مفزعة ومرعبة ونكبة عندما تحدث لنا الأزمات. الفكرة الرابعة التي مررنا بها من أفكار ألبرت أليس هي أن سبب الصعوبات النفسية التي واجهها الإنسان في هي الظروف الخارجية، البيئة الخارجية، كل ما يقع لي من مشاكل وأزمات وسببه بي، وأنا لا أتحمل شيئا من هذه ولا أكون أو أشكل شيئا من هذه الأزمات، وهذا بالضرورة أيضا مرفوض، لأنه فكرة لا عقلانية. كل أزمة، كل مشكلة هي نتاج لتكاملية ما بين بيئة خارجية والبيئة الداخلية للأفراد. الفكرة الخامسة التي نريد أن نتطرق إليها اليوم، ترى أن على الإنسان أن ينشغل ويهتم بالأشياء الخطرة أو المخيمة عليه، وأن يشعر بضيق شديد، بمعنى هو نوع من التشاؤم، نوع من أننا نتوقع السيء، وبالتالي علينا أن نكون بحكم هذا التوقع أن نكون قلقين دائمي القلق، وبالضرورة هذا أيضا فكرة لعقلانية، لأن هذا القلق سيحول بين تقييمنا الموضوعي للأشياء ويعوق إمكانية التعامل معه، بل إنه يضخمه ويضخم الخطر. والإنسان العقلاني يعرف أن الخطر حتى لو حدث فإن أي خطر يمكن مواجهته والتصدي له والتقليل من آثاره السيئة، وليس هو كارثة. الإنسان الذي يحمل هذه الفكرة ويعتقد أن هناك خطرا، يعني مثاله ما نشعر به الآن، أن الكورونا تحيط بالأرض، تحيط بالعالم، وبالتالي علينا أن نشعر بالضيق ونقلق بشدة، وهذا بالضرورة فكرة لا عقلانية. علينا أن نتصرف بحكمة، بروية، نتعامل مع الأشياء بموضوعية، كيف نتصدى لهذا، كيف نقلل من الآثار السيئة، هذا ما يفعله الإنسان العقلاني. أما اللا عقلاني فكما قلت يشعر بالقلق ويشعر بالضيق. إن من السهل، الفكرة السادسة، إن من السهل على الإنسان أن يتجنب مواجهة صعوبات الحياة والمسؤوليات الشخصية، لا أن يواجهها ويحاول تنظيم ذاته. هنا إذا تذكرتم فكرة آدر في التجنبية، بعض البشر بحكم التنشئة الوالدية يتجنب التصدي للأشياء حتى وإن كان هذا التصدي موضوعيا وعقلانيا ومنطقيا، فالانسحاب التجنبية هي فكرة لا عقلانية، لأنه في كثير من الأشياء تجنب القيام بواجب ما يكون أصعب وأكثر إيلاما من القيام بهذا الواجب. إذن العقلانية في التصدي، العقلانية في الاستعداد للأشياء، فكرة التجنبية في مواجهة صعوبات الحياة هي فكرة لا عقلانية، لأنها ستوفر عدم الرضا وعدم الثقة بالذات. والحياة
سهلة والتصدي لها والتعامل معها هو من صفات الإنسان الموضوع العاقل المنطقي. إذن هذه الفكرة هي هكذا، أنه تجنب مواجهة صعوبات الحياة. اليوم تلاحظون مررنا على فكرتين بالإضافة إلى الأفكار الأربعة السابقة. الفكرة الأولى هو التشاؤمية أو توقع الخطر، وبالتالي يشتر معه الشعور بالضيق والقلق. الفكرة الثانية اللا عقلانية هو تجنب مواجهة صعوبات الحياة، وهي فكرة لا عقلانية. الفكرة الثالثة التي أريد أن أمر عليها اليوم هي الاعتمادية، وهي أيضا فكرة لا عقلانية. ترى هذه الفكرة أن يعتمد الشخص على أشخاص أو أفراد آخرين أكثر خبرة ليساعدوه في تحقيق أهدافه بنجاح، ولكن هذه الفكرة إذا جعلتني أفقد استقلالي الذاتي وفردانيتي فهي فكرة لا عقلانية، لكن إذا ما حفظت لي هذا الاستقلال الذاتي والفردية نعم هي عقلانية. الاعتمادية مثلا في التعلم بالضرورة سأخفق، لن أتعلم شيء، لن تضاف لخبراتي شيء، يجعل الفرد يجعلني أيضا تحت رحمة هؤلاء الذين أعتمد عليهم. والعقلانية تسعى دائما إلى الفردانية، إلى الاستقلالية. إذن هذه الفكرة ببساطة هي الاعتمادية على أفراد آخرين بذوبان استقلاليتي، بذوبان فرديتي، وهذا بالضرورة كما قلت فكرة لا عقلانية. إذن نرى هذه الأفكار الثلاثة التي مررنا عليها اليوم. الأولى هي التشاؤمية وضرورة الشعور بالقلق عندما نتوقع خطرا والشعور بالضيق، وهذه فكرة لا عقلانية. أما الفكرة الثانية هي التجنبية، تجنبية في مواجهة صعوبات الحياة وعدم الشعور بالمسؤولية الشخصية، وهذا بالضرورة أيضا مواقف الحياة بالضرورة في أحيان كثيرة تجتر منك المواجهة والتصدي للأشياء. أما الفكرة الثالثة فترى أنه يجب الاعتمادية على الآخرين حتى وإن فقدت استقلالي الذاتي وفردانيتي، وبالضرورة هذه فكرة لا عقلانية. إذا كان هذا الاعتماد يكون باحترام ذاتيتي وفردانيتي واستقلاليتي بها ونعمة، أما ذوبان كل هذا وأصبح أنا تحت رحمة من أعتمد عليهم فهي بالضرورة فكرة لا عقلانية. يجب أن يكون الفرد فعالا ومنجزا، وهذا الإنجاز وهذا التفاعل يتصف بالكمال وحتى تكون له قيمة. لاحظ هذه الفكرة خطرة جدا، ويسميها الدكتور علي الوردي رحمة الله عليه عقدة الاستكمال. تريد الأشياء في قمة إنجازها وفي قمة إبداعها وحتى تشعر عندها أن لها قيمة، وهذا بالضرورة مستحيل تحقيقها بشكل كامل. إذا أصر الفرد على تحقيقها فذلك سينتج عنه اضطرابات نفسية وجسمية وشعور بالنقص وعدم القدرة على الاستمتاع بالحياة الشخصية، كما يتولد عنه شعور دائم بالخوف من الفشل. المنطقية العقلانية أنه نفعل ذلك بأكثر إخلاص بأكثر قيمة، من باب أن الأشياء تكون بموضوعيتها بماهيتها منجزة وجيدة، وليست من باب أن تكون أفضل من الآخرين. التكاملية البحتة هي صفة ربما لا تتحقق، ولا ستقف الحياة لأنه لن تتطور. يجب أن يكون الفرد فعالا ومنجزا بشكل يتصف بالكمالية. إذا لدينا هنا أربعة أفكار تطرقنا إليها اليوم. قلنا إن على الإنسان أن يشتغل أولا إن هو تشاؤمية أو شعور بالخطر التي تجتر معها الضيق والقلق، وهي فكرة لا عقلانية. الفكرة الثانية هي التجنبية في مواجهة صعوبات الحياة، وقلنا إن هذه أيضا فكرة لا عقلانية. الفكرة الثالثة هي الاتكالية والاعتمادية على الآخر مما يؤدي إلى فقدان إلى استقلال الذات والفردانية واستقلاليتي، وهذا أيضا هي فكرة لا عقلانية. الفكرة الأخيرة التي تطرقنا لها هي ضرورة الاكتمال في الأشياء حتى تكون ذات قيمة، وهي الاكتمال بمعناه الأبعد الذي يشتر معه الألم النفسي
ونفقد معه الاستمتاع بالحياة وهي